القديس نصره الله وأيده وجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 23 لتربع جلالته على عرش المملكة. وقد أكد جلالته على أن احتفال هذه السنة يأتي في ظروف متقلبة ومطبوعة باستمرار تداعيات وباء كوفيد-19 وكذا تقلبات الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي. معي في هذه الحلقة لمناقشة محاور الخطاب الملكي السامي السيد عبد الصمد السيح، فاعل حقوقي وسياسي. سيد صمد، أهلا بك. أهلا وسهلا فيكينا. إذا نناقش الخطاب الملكي السامي من حيث الصورة والمضمون. أولا، ما تحليلكم بالنسبة للصورة أستاذ الصمد؟ هو أولا أستغل هذه الفرصة بأن أهنئ بدوري صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش الذكرى 23 لتخليد المغاربة والشعب المغربي قاطبة عيد العرش المجيد. ثم أتمنى لجلالة الملك الصحة والعافية وطول العمر والنجاح في مبتغاه، وهو النهوض بالمملكة المغربية لتصبح في مصاف الدول المتقدمة. فيما يتعلق بالصورة الجميلة التي عكسها خطاب يوم أمس الذي صادف في نفس الوقت فاتح محرم فاتح السنة الهجرية، هو أن جلالته خاطب شعبه بصفته ملك قائد المؤسسة الملكية، وبصفته أمير المؤمنين قائد مؤسسة إمارة المؤمنين. الدليل على ذلك أنه كان خاطب شعبه بلباس تقليدي، وولي العهد كذلك بلباس تقليدي، والأمير مولاي رشيد حفظه الله بلباس عصري. فهذه الصورة تعكس في محتواها مجموعة من الرسائل بأن جلالة الملك عندما يخاطب شعبه ويخاطبه حول مصير مملكته فهو خاطبه يوم أمس بهذه الصفات حتى تكون هناك قيمة مضافة للخطاب، وتكون هناك رسائل قوية يوجهها بصفته أمير المؤمنين وبصفته ملكا لمملكته المغربية. إذا أستاذ صمد، كان هذا هو تحليلكم للصورة. ننتقل الآن إلى مضمون الخطاب الملكي السامي. نبدأ بأهمية مشاركة المرأة المغربية في التنمية، حيث أكد جلالته على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كافة المجالات وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وكذا تحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها. أستاذ صمد، تعليقك في هذا النص؟ هو أولا جلالة الملك هو منذ اعتلائه العرش سنة 1993 وهو قاد ورشا كبيرا في لإدماج المرأة في مجال مجموعة من المجالات، وكذلك للدفاع عن كرامتها وللدفاع عن حقوقها ولحمايتها مما كان يعيشه المجتمع آنذاك، لأن ما تعيشه المرأة اليوم لم يأتي هكذا، بل جاء بمجموعة من المبادرات ومجموعة من المشاريع ومجموعة من الحملات التعتوية حتى تصبح للمرأة كرامة داخل المجتمع، والتي كانت فاقدة لها في لسنين قد مضت. بالنسبة لخطاب جلالة الملك، أراد أن يعيد مرة أخرى تذكير القائمين على شأن الشؤون المتعلقة بحماية المرأة، وأراد أن يذكر كذلك بروح دستور 2011 حتى يتم تفعيل المؤسسات والآليات المكفولة دستوريا من أجل الدفع أكثر لحماية المرأة وإدماجها بشكل كبير في التنمية. ويجب أن يعرف الجميع بأن عندما نتكلم عن المرأة نحن نتكلم عن أسس المجتمعات، فالمرأة هي التي تقوم بمجموعة من الأمور، هي التي تربي الأبناء، هي التي تكون الناشئة. المرأة هي مصدر التكاثر، وهي مصدر التوالد، هي مصدر مجموعة من الأمور. إذن هنا وجب أن يذكر جلالة الملك بأننا نتكلم عن حقوق دستورية للمرأة يجب الدفع بها بشكل كبير،
وطالب كذلك جلالته بأن يتم التسريع بتنزيل المؤسسات الدستورية التي تهدف إلى دعم أكثر لحقوق المرأة داخل المجتمع وداخل المملكة المغربية. نعم، كما تحدث جلالته على ضرورة تحيين الآليات يعني لتجاوز الاختلالات ربما التي أبانت عنها التجربة، يعني ما تعليقكم في هذا؟ وجلالة الملك تكلم عن مدونة الأسرة وتكلم بشكل فضفاض في هذا الأمر ووضع يده على الجرح، لأنه عندما قال في نص خطابه بأن هناك بعض الموظفين وبعض بعض رجال العدالة يظنون بأن مدونة الأسرة هي مدونة خاصة بالمرأة فقط، فحاول جلالته ان يذكرهم بهذا الامر. وملي كنقولوا الموظفين وكنقولوا رجال العداله، راه جلاله الملك يتكلموا عن منظومه العداله بصفه عامه، ويتكلموا عن الموظفين مجموعه من المؤسسات، بمفهوم اننا جلاله الملك يطالب بشكل غير مباشر بتحيين السلوكيات تجاه التعامل اولا مع مدونه الاسره. وشكل عادي اننا اليوم نجيو، ولو اننا تاخرنا بشكل كبير، لاننا هذه 20 سنه باش نزلنا مدونه الاسره، كان في كل عشريه خصنا نقوموا بالتحيين ديالها باش نقدروا نلائموها مع الوضع الحقيقي في المجتمع، لاننا اليوم كنعيشوا في واحد الالتفاف على حقوق الاسره قبل حقوق المراه. لان جلاله الملك كذلك في خطابه ذكر بان مدونه الاسره ليست للمراه وليست للرجل، ولكن هي لحمايه الاطفال ولحمايه المجتمع. وذكر جلالة الملك بهذا الروح ديال تنفير مدونة الأسرة. هذا دليل بأن الملك جلالة الملك لديه تقارير وتوصل بها كيف يتم التعامل في هذه الملفات المتعلقة، وشنا هي النواقص الموجودة اليوم في التنزيل، وكيف يجب اعتمادها وتطويرها وتطوير آلية تنزيلها حتى نتمكن من تنزيل الهدف الأسمى، الذي هو منذ أن تم تفعيل مدونة الأسرة هو حماية الأسرة المغربية من التفكك أولا، وحتى في حالة النزاع حماية الأطفال من التشرد والتشتت، وأن يصبحوا قدوة سيئة داخل المجتمع. بالفعل أستاذ، فقد أكد جلالته على أن المغرب لن يتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود لتوطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. ننتقل الآن أستاذ إلى محور آخر من محاور الخطاب الملكي الثاني، وهو يتعلق بالوضعية خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد-19، يعني أثرت على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك يعني المغرب تمكن من تجاوز الأزمة، لكن لم يصمد الاقتصاد كثيرا نظرا للوضع العالمي، يعني الوضع الاقتصادي عالميا. هو تعليقي انا اولا ساعود الى الوراء، ساعود الى 1995 في خطاب السكتة القلبية الذي قدمه جلالة الملك المغفور الله الحسن الثاني رحمه الله في هذا اليوم المبارك، وعندما خاطب نواب الأمة بعد أن توصل بتقرير من طرف مدير البنك الدولي بطلب منه، أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله طلب من المدير العام للبنك الدولي بأن يقدم له اقتراحات لتجاوز الأزمة. فسأعود إلى ذاك الخطاب، حيث أن الحسن الثاني رحمه الله كان ذكيا وكان نبيها وتكلم عن ما نعيشه اليوم، فقد قال في خطابه أمام البرلمان أمام ممثل الأمة، قال بالحرف: الذي أخشاه على عالمنا هو حرب تجارية اقتصادية ونقدية ستزلزل الأنظمة وتخلق تصدعا لدى الدول، وسيكون من شأنها محو كل ما بني وتدمير كل ما شيد، ذلك أن العالم قرر في السنة الماضية أن يؤسس منظمة عالمية للتجارة. عندما تأسست المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994، جلالة الملك الحسن الثاني فطن بأن ستكون هناك أزمة ما في زمن ما، في يعني بعد 22 أو 24 سنة من وفاته جاءت هذه الأزمة، وهذا ما يحدث اليوم. اليوم تحالفات جديدة
نحن في صدد خلق نظام عالمي جديد، يجب على المغرب أن يكون له دور، وهذا ما قاله المغفور الحسن رحمه الله، وهذا ما أشار له جلالة الملك محمد السادس نصره الله. لقد قال بأن نحن واجهنا، يعني واجهنا أزمة خانقة بطريقة أزمة خانقة، استطعنا أولا الحمد لله بحكمته وفطنته أن نتعايش معه وأن نتجاوزها وأن نستمر، لأن الجميل أن نستطيع الاستمرار وأن لا نتوقف ونعود إلى الخلف. إذن هذا الشيء الجميل، طريقة تدبير تاع الجائحة دبرت بطريقة ذكية جدا. أشار جلالة الملك بأن ضريبة تلك الجائحة، أن المغرب الدولة المغربية أدت ضريبة باهظة الثمن، حيث تكلم جلالته على اقتناء اللقاحات والتي أعطيت للمواطنين بالمجان. إذن هذا جزء من الضريبة التي أديناها لتدبير الجائحة، وهذه الأمور كلها إذا قمنا بتدبيرها في سنة أو سنتين أو 3 سنوات، فأزمتها وتداعيتها ستنتقل إلى المستقبل، لأننا توقفنا فترة معينة لتدبير الجائحة، وبعد ذلك سنضطر إلى تدبير المستقبل حتى ننتقل من مرحلة كنا فيها في ضيق وأزمة إلى مرحلة فيها نجاح وتطور وفيها رفاه للمواطنين. حيث أن جلالة الملك في الآية التي في ختام خطابه تكلم عن آية، قال آية قرآنية أنهى بها الخطاب، وهي إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لإشارة له بأن هناك عسر، وهو ويذكر المواطنين بأن بعد كل عسر سيكون هناك يسر. وعن الأزمة العالمية تكلم عن أزمة الغداء في العالم، تكلم عن توفير الغداء لطيلة هذه الأزمة، وفعلا بالفعل لأن كانت هناك أزمة، خاصة عندما انطلقت حرب ديال أوكرانيا وروسيا، شهد العالم حرب القمح، حرب بدون غير خلاقة، حرب كانت روسيا هي التي تتحكم في زمامها وخلقت أزمة كبيرة جدا على مستوى الغداء. استطاع المغرب الحمد لله أن يتجاوزها وأن يصمد، لأن ظروف الصمود التي تكلم عنها جلالة الملك في خطابه تكلم عن الصمود، فالمغاربة صمدوا لأن الأزمة كانت خانقة جدا. المغاربة تأذوا كثيرا بعد أزمة الكوفيد 19 وبعد زيادة اليوم الحاصرة في مجموعة من زيادة الأسعار كبيرة جدا. إذا هذا الحوار استاذ صمد يعني ذكر جلالته على ان المغرب تجاوز الازمه بالسروع في تنزيل مشروع كبير التعميم للحمايه الاجتماعيه وكذلك تاهيل المنظومه الصحيه، ودعا كذلك الى تعزيز اليات التضامن الوطني والتصدي بكل حجم ومسؤوليه لاي تلاعبات في الاسعار او المضاربات وتسهيل جلب الاستثمارات الاجنبيه الى المغرب. بخصوص النقطه استاذ صمد عليك، هو أولا نبدأ من النقطة الأخيرة اللي هي جلب الاستثمارات. جلب الاستثمارات ركز جلالة الملك على تسهيل المصادر الإدارية من أجل تشجيع الاستثمار، وركز في هذا الباب، وأنا سأقف هنا بواحد هنيها سأقف هنا. لماذا؟ لأن المشكل تاع المغرب في جلب الاستثمارات، وتكلم كذلك جلالته على المنافع الشخصية، أن كنديرو بعض المرات كنديروا بعض العوائق باش اننا نخدموا مصالح خاصه ماشي مصالح البلاد مصالح الدوله، وهذا شيء كاين واقعي وملموس على مستوى مجموعه من المؤسسات التي يجب ان يكون دورها هو تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين. لولا جلاله الملك وعلاقاته لما شد المغرب هذا القفزه في جلب الاستثمارات الخارجيه، راه علاقه جلاله الملك اللي جابته. اما الاخرين ملي كيبغي يدير شي مشروع يا يقول لي دخلنا معنا شري، يا يديروا ليه العصافير الرويضه باش ما يعطيوش التراخيص، يا مجموعه. فجلاله الملك فرض عليه هذا الامر وقال لهم ان نغلبوا المصلحه العامه ومصلحه البلاد على المصالح الخاصه، ونبه عليه هذا الامر ما بغاش يتكلم عليه باستفاضه. ولكن حنا كمواطنين فهمنا بان جلاله الملك فاهم بان كاين ناس اللي كيقلبوا على روسهم كيدافعوا على المصالح ديالهم، كيدافعوا على مصالح الوطن. وملي كنقول انا هاد الناس هادو راه انا كنتكلم فقط على الناس اللي كيمحطوا تراخيص، حتى الناس اللي كيحكموا بين الناس
فحتى في العداله في منظومه العداله، اذا الانسان اللي كيجي المغرب وكيستثمر وقع عليه واحد الاشكال خصنا نحميو ليه الاستثمار ديالو. السيد راه جايب الاموال ديالو، جايب الاموال ديالو، ما تكونش غير منظومه عداله قويه تنصف المستثمر وتنصف المواطنين بصفه عامه، لان العداله هي مشهوده عند كل المواطنين. فكيف نشجع هذا الاستثمار؟ اذا يجب كذلك اعاده النظر في المنظومه السلوكيه ديال مجموعه من الناس القائمين على الشان العام بما فيهم سواء كانوا سياسيين او موظفين ساميين، وخاصه هذا الموظفين الساميين لانهم هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال الرقابه، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال التتبع، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال التنفيذ ديال التوجيهات تاع جلاله الملك والقوانين والدستور وكل شيء يتعلق بالحياه العام اللي هو الحياه العامه. راه كنقول تشجيع الاستثمار، تطوير المدارس، تطوير المساحات، تطوير، يعني كنهضر على العام ما كنهضرش على الخاص. نعم، وقد اكد جلالته خلال الخطاب الثاني بخصوص هذه النقطه على ان اخطر ما يواجه تنميه البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصوده. يعني هذه النقطه ربما كخلاصه لما كنت لنا جلاله الملك كان واضح قال لهم العراقيل المقصوده، عارفين قاصدين، ولكن اليوم هذه النقطة هذه بالذات الآلية التي يجب أن تتطور على مستوى الوظيفة العمومية، خصنا نطوروا، ما بقاش غير عقوبات تأديبية، خصنا تحول القوانين المتابعة الجنائية لشي شخص اللي على الأقل بطريقة مقصودة أي مستثمر وأي مسطرة قانونية وأي شيء عنده علاقة ومؤطر بقانون يجب أن تصبح المسألة تحال على المحاكم الجنائية وليس اللجان التأديبية داخل المؤسسات الوظيفية. نعم، رسالة جلالة الملك كانت واضحة، عراقيل المقصودة يهدف أصحابها إلى تحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته. أستاذ، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي من محاور الخطاب الملكي الثاني، وهي العلاقات الجزائرية المغربية. يعني في خطابات جلالة الملك دائما تكون الرسالة واضحة المعالم. يعني في خطاب العرش لسنة 2021 دعا جلالة الملك يعني قادة الجارة الشرقية للمملكة إلى فتح الحدود آنذاك. يعني دائما ما هناك كما قال جلالته العلاقات الطبيعية يجب أن تعود، علاقات طبيعية بين البلدين. بخصوص في هذه النقطة أستاذ، هو اولا جلالة الملك يعني منذ سنين اعلن ان الحدود المغربيه مفتوحه من طرف واحد، مفتوحه من جهه المغرب، الحدود مفتوحه في وجه الجزائر، يبقى فتح الحدود من جانب النظام الجزائري. هنا كنتكلم على النظام الجزائري الذي اغلق الحدود الجويه في وجه الطائرات المغربيه. لكن جلالة الملك وهنا غادي نشوف صفته كأمير المؤمنين المسامح الكاظم للغيظ، ذلك الكاظمين الغيظ والعافين عن جلالة الملك، رغم كل ما يتعرض له شخصه بصفته ملكا للمملكة المغربية ممثل للأمة أمير المؤمنين يتعرض له من طرف الذباب الإلكتروني الجزائري التابع للنظام الجزائري من سب وقذف ونشر الإشاعة وكل ما تتصورينه داخل الجزائر وخارجها، استعملوا جميع الوسائل لانه شكوا في كل شيء. ولكن رغم ذلك جلالته كان سموحا، لان صفه امير المؤمنين في هذا الخطاب سموح، ومد يده مره اخرى، بل اكثر من ذلك انتقد كل من ينشر الاشاعه ويسب الاخوان في الجزائر ويشهر بهم او ينعتهم باي شيء، وانتقدهم وانتقدهم بشدة، بل ذكر هذا الأمر مرتين في الخطاب بمفهوم أن جلالته كان حكيما وكان سموحا وكان غفورا. شوف الحكمة، ومد يده مرة أخرى وتكلم عن المصلحة المشتركة للبلدين، لأن تصور حنايا اليوم المغرب كنديروا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي يعرف بأن هناك مصلحة مشتركة بين افريقيا وبين اوروبا، بين شمال افريقيا وبين اوروبا. فما بالك الجوار، حسن الجوار، بلد عندك مع حدود، عندك مع حدود بريه، وان يكون عدو لك ابدا. ثم مساله اخرى، نحن والجزائر اخوه قبل
أن نكون أي شيء آخر بقوة السياسيين اللي الله يسامحهم اللي خلقوا هذه الأزمة اللي كاينة بيننا وبين الأشقاء في الجزائر. إذا جلالة الملك مد يده ليس حاجة للجزائر، باش نتفاهموا، ليس حاجة للجزائر، ولكن احتراما للأخوة التي تربطنا، احتراما لكل المشترك الذي بيننا. راه المشترك بيننا وبين خوتنا الجزائر وكثير، راه أكثر من 90% ديال المشترك، لا في الدين لا في الثقافة لا في الهوية لا في مجموعة من الأمور. كيف أن حالنا يكون في الوضع على وتسد الحدود بيناتنا؟ فجلالة الملك كان ملكا يعني ذكيا جدا في رسالته، مد يده مرة أخرى رغم أن هذه الأمور هذه تؤول لدى النظام الجزائري. الدول الإلكتروني كيحرص النظام الجزائري كيعبى الدول الإلكترونية باش يبدا يتكلم على أنهم أصبحوا قوة وأصبحوا كذا وكذا، وأن جلالة الملك يتوسلهم من أجل أنا داكشي ما كنفهموش. أنا حتى ملي كنقرا المشاريع تاع التنمية ديال الجزائر ومثلا النموذج التنموي الجديد في المغرب ما كنلقاش حتى كاين فرق كبير شاسع بيننا وبينهم. فأتمنى هذه المرة أن النظام الجزائري والشعب الجزائري أن يتلقى الرسالة المنشودة من جلالة الملك وعبره الشعب المغربي بأن ننسى كل ما فات وأن نفتح صفحة جديدة وأن نفتح حدود ونطور بلدينا، لأن التحديات القادمة راه تحديات كبيرة جدا. راه اليوم هناك نظام عالمي جديد كيتكون، المكان ديالنا حنا والمكان ديال الأشقاء في الجزائر فين هو؟ نظام سيكون نظام يتحكم في الاقتصاد تاع جميع الدول، نظام يتحكم في الصناعة، فأين نحن أشقاءنا الجزائر في هذا الأمر؟ إذا رسالة جلالة الملك كانت واضحة، كان سموحا وغفورا، وناشد النظام الجزائري بأن يعيد النظر في هذا الخلاف الموجود بيننا، وأن تفتح الحدود، وانتقد الناس اللي كيديروا التشهير وكيسبوا الشعب الجزائري وكيقولوا انتقدوا، بل ربما قرر يقول لي يجيب محاكمته، فقال كل شيء إلا أنه يجب محاكمته. فنتمنى أن رسالة جلالة الملك أن تصل للضفة الأخرى وللنظام الجزائري، وتحية كبيرة للشعب الجزائري خاوة خاوة. نعم، وجلالة الملك كان حريصا على يعني الخروج من الوضع القائم بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية، يجب أن تعود علاقات إلى وضعها الطبيعي كما قال جلالته. سيد صمد، هل لديكم أي إضافة أخرى بخصوص الخطاب الملكي؟ هو اللي مهم جدا ان كلنا كنعرفوا ان الظرفيه حرجه جدا، الظرفيه كيعيش فيها المغرب واحد الاحتقان الاجتماعي يعني سببه الرئيسي هو الزياده في الاسعار. كتشوفوا ان الحمله الانديوره ديال الهاشتاغ ديال اخنوش ارحال وديال تخفيض الاسعار، وكذلك طريقه ديال التعامل بعض السياسيين وتصريحاتهم المستفزه للمواطنين المغاربه، بحال هذاك اللي قال لهم هذوك الناس اللي كيديروا الحمله ديال الهاشتاغ مراد. فنتمنوا ان هادشي نتجاوزوه وان هادشي ما يبقاش ياثر على المسيره ديال التنميه اللي بغى ينشدها جلاله الملك. نتمنوا كذلك بان راه الورش الحقيقي راه القراءه عامه وشموليه في الخطاب جلاله الملك، سنجد بانها تتكلم اساسا على تحيين السلوكيات وتغييرها. والورش الكبير الذي ينتظرنا منذ 2019 عندما قام جلالة الملك بخطاب تاريخي كذلك، وكان خطاب ثلاثي الأبعاد، لأنه تكلم عن تحيين السلوكيات، تكلم عنها بشكل كبير، وما زال جلالته يتكلم عن هذا الأمر، لأن تحيين السلوكيات حسن الثاني رحمه الله تكلم عن مثلا 1995، لأن تقرير ديال المدير البنك الدولي تكلم عن هي السلوكيات الإدارية داخل الإدارات العمومية. فكيف يعقل أن بعد 22 سنة من تقرير كان سيشكل السكتة القلبية للمملكة المغربية وما زلنا نتكلم عن نفس الأمر، نتكلم عن تحيي السلوكيات 22 سنة أو أكثر أو 24 سنة؟ هذا راه جاي بأثرات اللي تولد 95 اليوم راه غيتجوج وغينتج لنا أبناء. فلا يعقل أننا ننتظر 24 سنة ونبقاو نتكلموا على تحيي السلوكيات. هاد الناس الموظفون سامون، هاد الموظفون داخل القطاع العمومي يتقوا الله في بلادهم سلوكياتهم، يغيروا حين سلوك، يدخل القانون العقد الذي بيننا وبينهم الدستور والقانون، دون ذلك
ما تنعرفوش، نعرفوا القانون والدستور. فالقانون كيمنح الكرامه، الدستور يمنح الكرامه، يمنح المساواه للمواطنين. نتمنى ان هاد الناس هادو يتحملوا مسؤوليتهم بامانه، انهم يحيوا السلوكيات ديالهم، واننا لان بتحيي السلوكيات سنقود المغرب الجديد، المغرب الذي يتمناه الشعب المغربي ويتمناه جلالته الملك حفظه الله. شكرا لك استاذ عبد الصمد، سيسعدنا مناقشه موضوع علاء الاصغر معكم في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج كومونتير. دمتم متالقا والى فرصه قادمه ان شاء الله. مشاهدينا، كانت هذه حلقه استثنائيه من برنامج كومونتير خاصه بالخطاب الملكي الثاني. الى اللقاء في حلقه جديده باذن الله.